صباح الفل عليك. ونبتدي على طول بقى ندخل عشان ما نضيعش وقت، لان احنا عندنا تفاصيل كتير. تمام. والحقيقه كل اسماء المنتخبات كمان اللي في المجموعتين السبعه والثامنه هم في كل الامانه كل مجموعه لا تخلو من على الاقل وجود اسمين تقال. صحيح. وده الحال في المجموعه السبعه من ضمن الاسماء الثقيله اللي فيها البرازيل طبعا بطبيعه الحال والكاميرون ونسبيا اقل، يعني اقل نسبيا منهم صربيا وسويسرا. فرؤيتك للمنافسه في المجموعه دي هتكون عامله ازاي، ومين المؤهل للصعود ومين لا؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هي المجموعه اللي فيها المنتخب المرشح لكل بطوله بصراحه. اي بطوله بيدخل فيها حتى لو وديه، منتخب البرازيل طبعا الرقم القياسي في الفوز بالمونديال 5 مرات هو المرشح الابرز بصراحه في البطوله دي كلها. يعني اذا كان في مجموعه اسماء مرشحه فيبقى البرازيل رقم واحد. فطبعا المجموعه اكيد يعني على الورق طبعا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل، لكن على الورق طبعا البرازيل مرشح لانتزاع المركز الاول بدون شك. في المركز الثاني او هيكون الصراع ما بين صربيا وسويسرا في وجهه نظري. فعلا مش الكاميرون؟ لا الكاميرون اصلا يعني مش مع تصريحات سامويل ايتو رئيس الاتحاد، ما قال لك ان الكاميرون هتفوز باللقب بعد ما تفوز في النهائي على المغرب، ده يعني كلام مع نفسه كده. لكن على ارض الواقع الكلام ده طبعا تهريج يعني، هو اكيد بيهرج. لكن في المجموعه اكيد المنافسه هتكون ما بين سويسرا وما بين صربيا، يعني المنتخبين اقوياء جدا. انا طبعا برشح سويسرا اكتر، لان سويسرا خرجت مثلا ايطاليا في التصفيات او صعدت في المركز الاول، يعني في كانت التصفيات كانت معاها ايطاليا المنتخب الكبير العريق اللي واخد البطوله دي 4 مرات قبل كده وغاب اخر نسختين. واحده من المفاجآت عدم مشاركته طبعاً في النسخه دي. اكيد الـ كمان هو في يورو 2021 السنه اللي فاتت مطلع كانت طلعت فرنسا المنتخب العريق والمنتخب الكبير وارهقت منتخب اسبانيا، يمكن خسرت قدامه بضربات الترجيع. في الاول في الاخر منتخب سويسرا منتخب قوي بكل امانه، يعني مع صربيا اقل نوعا ما من سويسرا. وياتي طبعا في المركز الاخير بكل امانه منتخب الكاميرون، وان لم لا نتمنى ذلك، لكن دي حقيقه. يعني الفرق رهيب جدا ما بين الكره طبعا الاوروبيه والكره الافريقيه بشكل كبير. يعني الكره الافريقيه ما زالت رغم انها زاخره بالمواهب ومنجم مواهب بتصدر لكل دول العالم، كان في النهايه تبقى قاره فقيره في كل شيء بكل امانه. يعني